أخبار اليوم. يعني هي الفكرة مش فيديو بس، فكرة هنا الساعة الصبح الساعة 7 يبقى كمية ناس رهيبة. بص عندهم، كله رايح الشغل بتاعه وكله رايح الصالح وكله واقف مع المحطة. فجأة سيادتك لما دي اتضربت، لو شفت منظر الناس صعب عليك. السيادة اللي وقعت، السيدات. طب احكي بقى، انت شفت ايه الصبح؟ يعني انت نزلت الساعة كام الصبح؟ لا انا نازل من المحطة الساعة 7:10. من ساعتين؟ انا نازل من المحطة الساعة 7:30 نازل المحطة. اللي حصل هنا حصل 7:30 بالظبط. تمام. والست حصل لها ايه بقى اللي كانت معديه؟ صابت جت وشها بس اتعور. وشها بس زعر طبعا. الناس كلها شايفه ده اكيد طبعا. يعني الفكره مش في الفيديو بس، الفكره في اللي حصل. الناس دي حاجه ما بتش ربنا طبعا. لو واحد ينزل شغله الصبح ويلاقي الموضوع ده، يعني حاجه ما بتش ربنا ابدا والله. ان شاء الله. شكرا.